ايه؟ اول سؤال ايه على 29؟ بيقول لي ذا ميديان اوف ذا فاليوز 5 9 7 4 3 اند 8. اول سؤال ده اكزام 1 خلاص. طيب في الالجبر تمام ناقص بتاع كي. طيب بيقول لي ايه بقى اول سؤال؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا ميديان اوف ذا فاليوز. بيقول لك الخطه دي فاكرها ولا مش فاكرها؟ 5 و9 لو مش فاكرها عادي يعني 4 3 8. لو تفتكر الميديان كنت بعمل ايه؟ مجموعة على عددهم؟ لا مجموعة على عددهم اللي هو المين. بص نرتبهم وناخد اللي في النص. مظبوط ماشي. طيب بص بقى مجموعة على عددهم. بص 5 بلس 9 بلس 7 بلس 3 بلس 8 ده لو قال لي المين، لو قال لي المين مش مشكلة، أنا من خلال المسألة هراجع على كل الدروس على 5. يعني هو طالب الميديان، لا أنا هراجع على الحاجات الباقية برضه. لو طالب الميديان نقوم جامعينهم على عددهم. يعني بص كده 5 بلس 9 14 بلس 7 21 بلس 3 24 بلس 8 32، هيطلع 32 اوفر 5. ده لو طلب المين. طب لو طلب المود، المود اكتر واحد بيتكرر، هنا مفيش رقم بيتكرر كتير، يبقى المود هنا نو مود، انا هجيبهم كلهم. لو طلب الرينج، الرينج تاخد اكبر واحد ماينس اصغر واحد. مين اكبر واحد؟ ايه 9 ماينس اصغر واحد اللي هو 3 يطلع 6. ده لو طلب المين او المود سوري او الرينج. بيقطع على فكره لو طلب المين، لو طلب المين او المود او الرينج. تمام كده. هو طالب الميديان، الميديان نرتبهم وناخد اللي في النص. اه يعني صب بيقطع. معلش يا جماعه هو النت بس في التوقيت ده بيبقى ضعيف شويه. طيب هو طالب بقى الميديان، الميديان هنقوم مرتبينهم. مرتبينهم ازاي؟ اهو اللي هو طالب في المساله دي الميديان، ما طلبش حد من دول. يبقى تاني انا براجع بقى، لو طلب المين مجموعه مع العدد. طب تاني بالك انا هبعيد الكلام تاني عشان لو الانترنت بيفصل لثانيه كده. لو طلب المين مجموعه مع العدد. طب لو طلب المود اكتر واحد بيتكرر، هنا مفيش واحد بيتكرر كتير. طب لو طلب الرينج الكبير ماينس الصغير، اكبر واحد اللي هو 9 ماينس اصغر واحد اللي هو 3. هو طالب الميديوم، الميديوم نرتبهم وناخد اللي في النص. نرتبهم يبقى 3 الاول وبعدين ال 5 وبعدين ال 7 وبعدين ال 8 وبعدين ال 9. بص ونشطب واحد من الاول مع ده كده، ده مع ده، ده مع ده تمام. وده مع اتفضل في النص مين؟ 7. يبقى الميديان بتاعنا مين يا جماعه؟ 7.